السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا، يعني بيتزا صغاري اللي ممكن تحطوهم فاش يجيوكم ضيوف الغفلة. فيمكن لكم يعني تصوبوها وتقطعوها طيبوها نص طيبة وتخبوها في الكونجيلاتور، يجيوكم الضياف صوبولا غير الحشوة من الفوق. على بركة الله غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، 150 غرام ديال الفينو، بغيتو تكتفيو بالدقيق الابيض بوحدو كتفيو به، 4 ملاعق من زيت الزيتون، وملعقه من سكر سنيده صغيره، ملعقه ديال الملحه صغيره، يعني نتوما الذوق ديالكم، وانا درت ملعقه ديال الخميره ديال الخبز صغيره كذلك. وغادي نحتاج الزعتر. على بركه الله فانا غادي نبدا نخلط على هذا الشكل، نخلط الدقيق ديالي غادي نضيف المكونات كاملين فالزعتر، يعني اما طحنوه اما هكا يعني صوبوه بيديكم على هذا الشكل. كما كتلاحظوا معي يعني فهو كيعطي نكهه رائعه للبيتزا. على هذا الشكل هذا اكيد من بعد ما تنقيوه من العبيدات. بغيتو تطحنوه طحنوه، فهاد الاختيار هذا كيبقى لكم. غادي نضيف كما قلت 4 ملاعق من زيت الزيتون او 3 ثم الاختيار ديالكم. كما كتلاحظوا معايا غادي نبدا نضيف الماء. انا غادي نزيد رشات الماء فما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه. كما كتشوفوا حتى كتمتزج العجينه ديالنا مزيان. فدابا غادي نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها تنزل، يعني حتى تبدا تخمر واحد شويه عاد غادي نبدا نطلقها بالمدلك. سيداتي، بعد ما الكميه ديالنا تضاعفات كما كتلاحظوا معايا، كما كتشوفوا فانا
مسحت لافابو نيطويته مزيان، غادي نحاول نخوي العجين ديالي من الهواء. على هذا الشكل هذا غادي نشد سكين وغادي نقسمها في النصف، كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فانا غادي نصوب الطحين كما كتلاحظوا وغادي نطلق العجين ديالي. سيداتي بعد ما طلقت العجينه فانا غادي نشد اما زلافه او كاس نتوما واللي بغيتي وغادي تقطعوا القياس. اللي بغيتي فإما هذا القياس هذا كما كتلاحظوا معايا وغادي نجربوا بالكاس ونشوفوا القياس اللي غادي يجي بالكاس. فالكاس كيجي على هذا القياس هذا كما كتلاحظوا معايا. يعني انتوما الاختيار ديالكم كيبقى ليكم الاختيار. فانا غادي نديرهم بالزلافه، يعني هادوك ديال الكاس جاوني صغيورين بزاف صراحه، انا ما كنعرفش نصوب شي حاجه صغيوره والو. كما كتلاحظوا معايا صوبهم بالزلافه كيجيو هكا بحال خبيزات صغيرين. فانا غادي نكمل في نفس الطريقه تنكمل العجين ديالي كامله وعاد نرجعو نطلق. سيداتي بعد ما كملت القطع ديال البيتزا ديالي فانا غادي ندوز عليهم هكا كاملين بالفورشيت. اللي عنده هذيك يعني داك الجراره باش كتقب بيتزا استخدمها، يعني انتوما والموجود عندكم في البيت ديالكم. كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، وراني رديت الفران يسخن واحد الشويه فغادي نخليوهم غير يعني غير غادي يتشربوا، يعني غير العجينه تشد راسها طيب نص طيبه. في حاله ما بغيتي تكونجوريوهم خليوهم طيبوهم نص طيبه، خليوهم يبردوا واحد الشويه وديروهم في بلاستيكه او في جبانه او يعني نتوما واللي بغيتي، وديروهم في الكونجيلاتور فاش بغيتي تعمروهم عاد جبدوهم. كتكون العجينة بات واجدة كتجي داك الساعة تعمر سهل، يعني غير جبدوهم قبل بواحد مثلا تعمرهم في العشية، جبدوهم في الصبح بكري أو في الصبح على ما تنوضو جبدوهم خليوهم يتطلقو مزيان عاد داك السهل. فأنا غادي نكمل بهالطريقة هادي تنصوبهم كاملين وغادي ندخلهم يطيبو نص طيبة ومن بعد غادي نرجعو باش غادي نحضرو الحشوة ديالنا. سيداتي بعد ما خرجت البيتزا ديالي من الفران كما كتشوفوا فانا كنصوبها على هذا الشكل هذا، خليتها تبرد واحد شويه وجدت الحشوه، درت لاصوص طوماط بصله مشحره مشلضه
فليفله رقيقه، فلفل احمر والاخضر مشحرين، قطعت زيتون اسود، و الكفته او اللحم المفروم يعني شحرته توا في القله، والجبن مبشور انا صوبت موتزاريلا. بسم الله على بركه الله. فانا غادي نشد داك البيتزا ديالي كما كتلاحظوا، ندير البصل، يعني انا ما غاديش نقوي البصل، ندير فلفل احمر والاخضر، غادي ندير اللحم المفروم كما كتلاحظوا معايا، زيتون اسود ممكن تستبدلوه بالزيتون الاخضر، والقليل من الجبن على هذا الشكل، يعني كتجي هائله. نعاود معكم واحده اخرى، يعني حاولوا ما تجيبوها دائريه، ما تبقاوش الجناب خارجين. اللحم المفروم وزيتون أسود وجبن مفروم كما كتلاحظوا معايا. فأنا غادي نستمر سيداتي تنكمل البيتزا ديالي كاملين، عاد غادي ندخلهم للفرن باش غادي يعني يتحمروا شويه والفرماج كيتطلق فيهم، عاد غادي نخرجهم ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. سيداتي كما كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، لاحظوا معايا جات لذيذه وزبينه ومقاده، يعني تحطوها للضيوف ديالكم هكا فاش يجيو في العشيه مثلا. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابونوا معايا في لاشين ديالي باش توصلوا باي جديد كيخص قناه مطبخ داري بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو او سبسكرايب، وكذلك الضغط على لايك، وكذلك لي كومونتير ديالكم قولوا لي كيفاش جاتكم. فصراحه لي كومونتير ديالكم كيدعمونا بزاف بزاف بزاف، وكما كتلاحظوا بزاف ديال الاخوات كيعطيوني الاراء ديالهم والنصائح ديالهم، فصراحه انا كنشكرهم بزاف حيت كما كتعرفوا فانا اصلا مبتدئه، يعني فاش كيعطيوني نصائح صراحه كيعجبني الحال بزاف وكندير بهم. فشكرا بزاف لكم اخواتي ونهاركم مبروك.